جملة مكاسب حققتها مؤشرات البورصة الكويتية خلال الربع الأول من 2012، ففيه تخطى مؤشره العام حاجز 6000 نقطة لأول مرة منذ سبتمبر 2010، وفيه نما مؤشرها السعري 6% والوزني 3%، وخلاله نشطت التداولات على الأسهم بمعدل يومي بلغ 450 مليون سهم، وزادت السيولة اليومية إلى 39 مليون دينار في فور التداولات المفاجئة حركتها المضاربة وأعادت إلى السوق بعضا من رونقه القديم. جميع القطاعات متماسكة، بس في بعض القطاعات هي طبعا الأكثر شيء الصناعية اللي طبعا الناس حاطة عينها عليها ومتجهة اتجاه إن شاء الله للصعيد، وجميع القطاعات الباقية إن شاء الله تتجه، حتى لا ننسى بعد الصناعات الخليجية الإسمنتية هم لها إن شاء الله مستقبل باهر. بالنسبة للسوق تحسن، بس الشركات شنو اللي فيها ما حد يدري للآن، لما تعلن ارباحها اساس تبان الصوره للناس، كل واحد يذب على الثاني، واحد هذا يشتري ويقط على رفيده، وهذا يبيع ويشتري، بس هذا كله مضاربه. السوق ما فيه غير مضاربه، ماكو سيوله. طبعا انا كسبت، بس طبعا مو المكاسب اللي عليها الاسم طبعا، لا. وقد يرجع نشاط السوق في الربع الأول جزئيا إلى متغيرات سياسية مثل الانتخابات البرلمانية أو تشكيل الحكومة أو أخرى اقتصادية مثل ارتفاع أسعار النفط، لكن ذلك لا يخفي النشاط المضاربي الواسع الذي بدأ على مجموعة واحدة وانتقل بسرعة إلى مجاميع وكتل استثمارية يدخل تحتها عشرات من الأسهم الشعبية الرخيصة. في بعض المجاميع تبعت كمجموعة المدينة، وبالتالي شفنا تنافس بين المجاميع الأخرى أدت إلى ارتفاع السوق. يعني طبعا أعتقد أن الشركة الاستثمارية استفادت من هذه الارتفاعات نوعا ما وحسنت من أرباحها.